السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم شباب؟ اليوم ماخذين عشانه ويانه وراح نروح وين؟ للمكان اللي نصيد بيه. فشنو هالمره؟ راح نبات هناك يعني ليله كامله، تمام؟ وخلي نشوف بهاي الليله شنو اللي راح يصادفنا وشنو نصيد، وانا والولد محمد وعبدو. ماشي شباب، ابقوا ويانا. ماخذين عشانة وماخذين غراضنا وحتى حطب ماخذين، كل شيء. السيارة متروسة ترس اليوم. من نوصل هناك راح نصور لكم الغراض، من ننزل لحد ما نخلص كله راح يتوثق لكم. شباب وصلنا للمكان ومش ساعة رحت للسوق وما قدرت اصور لكم. اشتريت هذا الطعام مال الدجاج، شوفوا 25 كيلو هذا التشيز كله ب28,000. بس هذا مو للدجاج انا جايبه، لا هذا جايبه على مود اصيد بيه، تمام؟ تعرفون الفيدر هذا سواء الطعم مالتي سوي ببلت مال دجاج وطحين، وهذا الحطب مالنا والمشوايه والكرسي هم مالتي، وهذا النية غراضي. تعالوا خلينا ننزل الغراض ونوب نصب. وكملنا هسه عجينتنا وان شاء الله راح نبدي بالذب. شباب هسه نصبت ثلاثة، هذين اثنين شوفوا مثل ما تشوفون، وذاك واحد، وهذا بعدني ما شامره، شوفوا راح اذب اربعة، وعد اثنين بعد بالسيارة يعني ستة، بس راح اكتفي بهذين الاربعة، وبعدين اذا كلش وشفناها واقفة ماكو صيد نذب الاثنين الباقيات. شباب مثل ما تشوفون حضرنا السمكة وحضرنا نارنا، هسه راح نخلي السمكه قريبه على النار شويه، يعني ما راح اخليها فوق النار مباشره، راح اتشيها على صفحه على مود تروح شويه الحراره وتكسب. هاي شباب مثل ما تشوفون خليت السمكه هنا والنار هاي على ما تهدأ النار، انه بعدين اصعدها فوق. طبعا اكيد القوري مال الشاي بهيك طلعه وبهيك جو لازم وين يكون؟ على الجمر، لازم يكون الشاي على الجمر، ما بيها اي مجال. صعدنا هسه السمكه وين؟ فوق النار، بس انتظرونا النتيجه ان نخلص. شباب ولازم ما ننسى شيء، اهم شيء عصره الليمون على السمكه بهاي الطريقه، كلش ننقحها على مود شنو تصير بيها نكهه الليمون. والله حار. شباب هسه خلصنا شوي، شوفوا شوفوا لي الشكل مال هاي السمكة. هسه ناخذ راحة طبعا، حط هسه القوري على الجمر قبل، اهم فقره هي هاي مال الشاي قوري بعد السمك. اي دو يلا هسه تحضيرات الجلسه. جيب سمكه، هاي السمكه شباب شوفوا هنا، أنا عبد راح يطلع الفواكه. يلا قل المتابعين خلي يتفضلون. هسه راح اقول لهم، شو ما اقول لهم، افتح لك خبزه خلي احط بيها السمكه. ها ابو شنو الاجواء هنا؟ مو احلى قاعده هيك برا وسمك وشوي وشاي على الحطب؟ ها؟ وزيز. شلون هالعركه عبدو؟ كانت كتلنا ها؟ شباب طبعا صارت عركه قريبه علينا وشازعنا كل احنا بالنجف. عباس والله بلوى بالعباس. يوم اننا بالحسد ما لايمين. اي والله العظيم. شباب وسهمكم العافيه. تفضلون ارام قلوا. يلا تفضلوا شباب. تعالوا. اللي يجي خلي يجي، واللي ما يقدر ما يلحق سهم بالعافيه. عقب. شباب تم الانتهاء من العمل. الله يساعدك عبود، قواك الله قواك الله. شكرا شكرا. دائما وعاش ايدك على هذا الشغل معدل. رحم الله والديك بالعافيه بالعافيه. شباب شوفوا بس الفار يفتر علي، شوفوا الفار
دمرني دمار. صارت الساعة 12 بالليل وكل شي ماكو لحد الآن ولا صدنا شي أبد، حتى نقر ماكو، بس إن شاء الله قاعدين ومستمرين ومتحدين أنفسنا. من 7 بالليل لحد الآن وهسه الساعة 5:30، لحد الآن ولا سمكة صدنا أبد أبد نهائيا، وجان ننتظر منا لحد 8 الصبح وننسحب. يا الله شباب، أول بلطية من 7 المغرب لحد الآن، الحمد لله والشكر. وهنا طقينا 2 طبق، وعولهن شوفوا الحجم مالهن، هم بلطي اكو بيهم يسمونه شانك. شباب مو هذا الشانك، الشانك يصير ابيض وبي زعانف شلون الاصفر، هذاك يسمونه شانك، هذا بلطي احنا نسميه بلطي، مو هذا الشانك. شباب شباب، من بعد ما رجعنا من الصيد وكانت ليلة نحسة حيل 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 نحسة، اول شغلة صارت عركة وشات كتلنا والرمي كله علينا، هاي شغلة. الشغلة الثانية كل شي ما بيش، يعني رحنا للمكان اللي يوميا نصيد بيه البارحة ولا نقرت نقرة أبد 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 نهائيا، يعني عجيب. يعني من 7 المغرب لحد 8 الصبح يلا انسحبنا وكل شي ما صدنا. تعالوا هسه خلي نشوف فرات. ها السلام عليكم. زينه مقبوله الحمد لله على السلامه. شنو اخبارك؟ والله كويس. شلون هالزياره وياكم؟ والله المشي شلونه؟ الزياره يلا من دام انت فاتح تصوير يعني ما ادري، مثلا نقول ليه تصير تنحل هاي القضيه بالمحافظات اللي هي قضيه الكهرباء. كهرباء مشكله، يعني الحقيقه انه افضل بقعه بعد. انا ما رايح الاربيل والشمال هناك لسه ما واصل، بس يعني نقول من بغداد والموصل بغداد اي ذني كان ما واصلهن. افضل بقعه بالعراق ككهرباء هي البصره بعد ما راح تجي، ما لا مستحيل مثل هيك خدمات بالنسبه للكهرباء. صح، بقيه المحافظات يعني رحنا مشايه، تسالنا على المشايه اي يعني كطريق طريق الجنه هو بعد طبعا، بس كراحه عد يعني عد الخدام لا ماكو راحه نهائيه من وراء الكهرباء. طبعا الراحه هي بس بوجوههم المتعطشه انه تخدمك. صح، هنا انت ترتاح هنا نرتاح. صح، بس ككهرباء ما عد هذيك الوادي ابد. اي يعني رحله تعب خوش لكن تستحق. انطيني رايك بال ما اقدر اعطيك راي. والله ما اقدر اعطيك راي. صايره هوسه صايره هوسه، ومن رجعت اكو ضحايا واكو امراض بسيطه راحت ضحيتها مثل البوب وايت. البوب وايت انا ما ادري بيه. البوب وايت هي مجرد انه اكو ماي بعيونه تعصر تحصرهن، واكو قطره هنا قطره منها وقطره منها طاب. انا جيت لقيت النثيه نفس الشيء، طقيتها قطره منها وهسه صح كل شيء ما بيها وصورتها انا. مو انا شنو ما ادري بيه البوب وايت ولا شفته، جيت فاجئت قالوا لي مات، قلت لهم شنو مات؟ كل شيء ما بيه. كل شيء ما بي، هو كل شيء ما بي. ما مثل مباوع له او مثلا اي ما منتبه له ابد ابد. اي ما منتبه له. يعني اكو هواي همين قالوا اكو جارتين جاته ماتت، اكو طيور بالمحميه هم قالوا همين ماتت. لا بس واحد بس الفنجس هذا بالقفص. لا اكو بعد غيرهم ماتت. بعد ما اعرف. المهم لكن اداء جيد، يعني الطيور سليمه الحمد لله والشكر. كلها عايشه، بس ما اقدر اعطيك راي لان انا لعبان من المحميه. اي صح صح صح، صايره هوسه بسبب البنيان. اي بناء عندنا وهاي ايه. بس تقريبا كملنا، ما بقى شيء، اريد نكمل كلش حتى نوب ابلش ايه. ان شاء الله بالعمل والتنظيف خير. طفش انا اليوم هاي الغرفه، نظفت ذيك الغرفه الثانيه، وشوف الدجاج كله الموجود بالغرف برا مطلعه انا. اي هالجاي اشوف هسه هذا كله برا، هذا كله برا لانه احتاجت انه انظف الغرف ايه. فطلعت هيك مو اشوفه كله طالع، هذا الكوشن برا، هذا الابراء شو اسمه، هذا شو يسمونهم، هذا اللوهمون. اللوهمون ايه. كله مطلعه برا هسه الواد من واقفه تشوفه كله جماعه الغرف ما اشوفه واقفه. اي هو يريد يدخله، يريد بس يدخله، يريد يدخله بس بعد كبروا ايه. فبعد ما بقيهم هنا انا راح ارجعهم يعني هنا بالمحميه تاكلونهم هذا الجو. تمام ندخل الكوشن سؤال الدنيا مغلق. تعال هذا الديشان من تعبان، يعني صار عبارة عن
كلش ماكو ها؟ اي ماكو يعني حتى وجهه شوفه بعد واضح هو. شلون تعرف الطائر مريض اذا وجهه ابيض؟ شوفه؟ يعني تحس ماكو دم ماكو دم. صح صح. دم ماكو. زين شنو السبب هسه هذا؟ حتى تحس انه شلون بيصوره هيك شيء. شنو السبب؟ سبب الحرب. كثافة ريش هذا. شوفوا بس ريش. اي صح. كثافة ريش يعني مليان ريش لان هو زينة والزينة يحتاج تبريد. بالضبط. هسه لا بي قمل لا بي فد شيء. شوف نهائيا ماكو شيء. اي ما بي شيء. صافي هسه. صافي صافي بس شيني من ورا الحر. ما التعب. ما التعب هسه ان شاء الله بس راح يكسر الجو راح يرجع اشوفه غير شكل. شباب بالنسبة للبوب وايت والسمان فرات نقل لهاي الخانة. هنا انا مخليه شوفوا. بس احتمال باقيات البوب بايت لو اثنين لو ثلاثة. لان يقول اجيت ولقيت يعني هم ميتات من رجع هو وانا صار عندي شغل. فباقيات احتمال بس ثلاثة يمكن هذاك واحد هذا واحد اي لو ثلاثة لو اثنين شباب. لانه صاحيات. ما بيهن شي؟ كلش. حتى وزن كب. وزن بيهن. اي لا هذا كثافة ريش هسه راح يقولون هذا زين ليش زين صاحيات وهذا مو صاحي لربما هذا لقى مرض وشايله وياه صح شفت شلون يسوي برقبته هيشي فهذا شايل المرض شايل المرض وحال زين عزل هذني عنه لا ما عليه شيء صار له فتره يعني مو ها يعني متعدي اي متعد طاقته وعابر هو هذا نيوكاسل بس طاقه وعابر لان هو نيوكاسل عصبي وهضمي وتنفسي طاقه العصبي اللي هي الصوره وما له علاج بس اذا عبر الطير خلاص بعد يعني هسه هو عابر المرحله عابر تهته بعد ما عليه شيء الحمد لله هسه بس يكسر الجو راح يرجع وكانما يعني حاله حال هسه الموجودات هذول الحمد لله ان شاء الله مقبل على ترتيب ونظام جديد وعزل وخانات ونظامات تدفئه وتكييف بس بعد تحضر روحك اي بلش الموسم حضر روحك بلش الموسم منه وهيك والمحمية الكبيرة على مذيب الهتراب بعد ان شاء الله ان شاء الله راجعيلها لانه راح يبلش موسمها همين اي عندنا طيور بيها جديدة عندنا طيور هواي بيها اذا الله سهل وما عندنا شيء وكفانا شر بني ادم رجعتنا للمحمية الكبيرة ويا بداية كسرة الجو قوية هالمرة ان شاء الله بعد ما بيها اي مجال يعني لا 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 ان شاء الله ان شاء الله الى هنا يا حبايب القلب نختم الفيديو انا وياكم وانتظرونا فيديو جديد وحلقة جديدة أودعناكم